مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد للحديث عن بعض أخبار ونتائج كرة القدم السعودية محليا واليوم عربيا. قبل ما أبدأ في أخبارنا اليوم، اللي حاب يتواصل معنا طبعا ضيفنا اليوم في برنامج غرفة 11 الكابتن الدولي السابق والموسيقار الكابتن فهد الهريفي. اللي حاب يسأل سؤال الكابتن فهد الهريفي، أكيد أبو سطام له جماهيرية في كل مكان وما حد ينسى طبعا نهاية الثمانينات وبداية التسعينات الكابتن فهد الهريفي، صولات وجولات داخل المستطيل الأخضر. اللي حاب يسأل سؤال يراسلنا على STC 844 48 STC 844 48 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. نتائج مباريات البطولة العربية اليوم، خلينا ناخذ الأهم بالنسبة لنا في السعودية. خسارة الفتح من العربي الكويتي في الكويت 2-3. النصر يكتسح الحد البحريني بثلاثة أهداف للا شيء على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. حول هالموضوع ينضم لي الآن الكابتن فهد الهريفي. حياك الله معنا أبو سطام. هلا والله يا ثامر، الله يحييك، ولي شرف أني أطلع مع مذيع متألق في الحقيقة، ولنا فخر زي ما شرفونا اليوم للفتح رغم هزيمته، ولا النصر إلا أنه تشرف وجودي معك. أنت من الكفاءة الحقيقة البارزة واللي تعلمت في رياضتنا السنوات الأخيرة هذه. هذا شيء شرفني شهادة وتسفيه. عقبال ما نشوفك على الشاشة إن شاء الله. الله يسلمك بوجودكم إن شاء الله، يعطيك العافية أبو سطام. كابتن فهد طبعا كالعادة، يعني هذه يمكن ثاني مرة أنا أقولها على الهواء وتطلع معي كابتن فهد، لكن أقول لك في كل مكان في المواقع التواصل، في المواقع الإلكترونية، في الصحف الإلكترونية النصراوية تحديدا وحتى غير النصراوية، بس تحديدا خلينا نقول النصراوية، المتابعة تكون بشكل أكبر وبشكل كبير خاصة إذا كان فهد الهريفي. والله يا أخي ثامر يعني أحمد الله وأشكره، يعني هذا نعمة من ربي وفضل من ربي علي، والحمد لله قد تكون يعني شعور متبادلة القلوب عند بعض دائما. يعني ما أقدر إيش أقول لك، لكن إن شاء الله إني دائما أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله في كل شيء أطلع فيه، معروف عن حياتي. أنت بعيد على موضوع الميول هذا، ولك أراء مختلفة دائما ودائما تكون مثيرة، البعض يتفق والبعض يختلف معك، وهذا وهذا موجود في كل مكان. كابتن فهد اليوم نادي النصر، ومن فترة في المسابقة المحلية في دوري زين النصر قاعد يقدم مستويات جيدة، يعني حتى في تويتر الآن في واحد يرسل لي يقول لي اسأل كابتن فهد الهريفي كيف وضع النصر الفني، وش رايك؟ شوف تامر طبعا، وهذا يعني ما شاء الله تبارك الله، هذا يدل على يعني فهمك، وما شاء الله تبارك الله، يعني اعتقد الصح يبين عند الناس، ما يبي لها مجاملات ولا يبي لها انك تقول هذا مع هذا. انا ما عمري تكلمت عن عمل في النصر الا بكل مصداقية. الان انا اقول ان النصر وضع اللبنة الاساسية الاولى، الان اقول النصر يمشي على الطريق الصحيح، جهاز فني جيد، في انسجام، في لعيبة، قد أقول أنه مدرب كفؤ. إذا كنت تريد أن تفرح هذه الجماهير وتكمل هذا العمل، وأنا قلت أنه في الطريق الصحيح واللبنة الأولى، عليك تأتي بأجانب، سنين أجانب أو ثلاثة، تعرف إيش اللي تجيبهم، إيش اللي يخدم النصر. أنا أعتقد أنه سيكمل النصر. الفتح تصدر في ظل عدم صفقات مهولة وجبارة وكبيرة، بنظام، بمدرب كفؤ، بلعيبة محبين للشعار اللي يرتدونه، بثبات في التشكيلة. هذه ما هي مستحيلة في كرة القدم، هذه بدائيات كرة القدم. احنا خبصنا ورحنا وغيرنا وجبنا، يعني ما استقرينا على شيء. اعتقد ان الان هذا الطريق الصحيح، هذه النقطة الاساسية في العمل الصحيح، انك تتوفق في مدرب جيد يعرف يقرأ. يعني شوف الفرق بين مترانا وهذا المدرب، أعتقد أنه مترانا كان بس تمديد وتقسيمه،
تمارين. شوف الرجل هذا كيف شخصية قوية، تمارين صباح ومساء، لياقة عالية واضحة على الفريق، تفاعل مع المباراة، في أشياء كثيرة. أنا كلاعب أقول المدرب هذا جيد. اليوم أنا كنت قاعد اليوم قاعد أشوف المباراة مع زي خالد البدر، كنت معزوم عنده أمسي عليه بالخير. كنت أقول يا الله لو يلعبون على أطراف، أنا ما مداني أكمل إلا على طول نزل سنين، لأنك قاعد تلعب على العمق أمام كثافة دفاعية. قدر يقرأ حسن المباراة، الفريق متحمس. أنا اليوم أقول لك بصدق يعني النصر لو سجل هدف من البداية أو الشوط الأول كان شفنا أهداف مهولة، لأن الفريق لياقة عالية في الارتداد والهجوم والتنقل، كل عنده شغفة لاستلام الكرة والتحرك. صحيح في بعض الأخطاء البسيطة في النواحي الدفاعية، لكن أخوي ثامر النصر الآن خلق هيبة بنتائج الأخيرة. أنت تقول الآن النصر ما شاء الله كل يتكلم عنه، الآن هذه تخدم النصر 50%. كلنا الآن تتقابل الأهلي الاتحاد الهلال لك هيبتك الآن، لأنهم يعرف يحترموك يقدرونك، يعرفون أنك تحسن الفريق مهما كان. اليوم ضيوفي تغير تتغير كامل، انقطاع الدوري خدم النصر كثير، قد الآخرين يقولون الانقطاع قد يسبب هبوط زي ما يقولوا يتعذرون بعض الفرق، لكن لما يوفي ما يذهب مع منتخبه ويتمرن مع الفريق وهناك تمارين صباح ومساء، عندك جهاز فني ومدرب قدير، أكيد أنك تحسن الوضع. لما أنت تجي وتلعب تقسيمه وتشوف اللاعب مر داعي واقف في نص الملعب، وهذه مشكلة من ناس قريبين، أنا أقول هالكلام متأكد من مواضيع المدرب، لما يوقف التمرين ويسب ويتكلم ويتكلم بقلب مع اللاعب، أنت قاعد تسوي في الملعب؟ ما هو مترانا اللي تمرن تقسيمات 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 وشفنا كيف. فأنا أعتقد أن النصر الآن في يعني على الطريق الصحيح. طيب كابتن فهد هريفي، خلينا نتكلم على موضوع أنت تطرقت لنقطة مهمة جدا اللي هو التمارين الصباح والمساء. اليوم كان عندنا البرنامج الجولة الساعة 6 المغرب اليوم في الإذاعة، وكنا نتكلم كان محورنا عن النادي الأهلي، أنه مثلا النادي الأهلي مدرب اللياقة وأنه جاء مدرب لياقة جديد ثاني، وأن اللاعبين يتضايقون من بعض التمارين منها المدرجات وغيرها. شلون يكون مدرب اللياقة وأنت لاعب وخط مثل هذه التمارين، وطبعا تدربت على كثير من المدربين العالميين؟ سؤال جميل يا سامر، الله يسلمك. تدريني أمس بغيت أرفع التليفون على الأمير فهد بن خالد الله يمسيه بالخير. مشكلة الأهلي ترى بسيطة. مشكلة الأهلي ترى تزحزح الثقة في لدى اللعيبة. انهزم قابل فرق قوية، كان في تخبيص من المدرب دين، عدم ثبات في التشكيلة، تغيرت ثقة اللعيبة في اللعيبة. يعني تيسير الجاسر لما تشوفه الآن لعيبة الأهلي سلم وسلم سلم وسلم كل لعيبة الأهلي، هذا ما هو صحيح. يجب أنك تقتحم. وين تيسير الجاسر اللي كان يقتحم هذه في الثقة؟ وين لما فكتور يشوت البلنتي بكل هدوء وانت شات البلنتي بقوة وبتسرع؟ هذه وشي؟ هذه عدم ثقة، هذا ضغط على الفريق. سوء الأهلي أنه قابل فريقين قويين، قابل الهلال ثم قابل الاتفاق، فريق لا يستهان فيهم الحقيقة. في ظل هذا التخبط في التشكيلة في التزحزح الثقة، الفريق الأهلاوي يجب أنك تتعامل معه عامل جيد نفسيا لا أقل ولا أكثر. ارجع لثبات تشكيلتك، تعامل مع لعيبتك أنها تحدث في كرة القدم. خسرت كأس آسيا لا يمنع أنك أن تروح منك الثقة كلعيبة. الأهلي لديه لعيبة ما شاء الله، شوف ظهير الأيسر منصور ما شاء الله تبارك الله، جبهة بحد ذاتها لم تتزحزح. يا ليت اللعيبة الباكين يأخذونها. يا أخي شوف سامر أقول لك شيء، لما أجي أنا تلاعب وأقول لك أن الإعلام يأثر مرات فلعيبة الأهلي الآن كلن يقول تيسير هبط مستواك، أفلان هبط مستواك. ليش اللاعب العربي يتغير مستواه ويتفاوت؟ لأنه محتك بالوسط الرياضي كثير، بالجماهير، بالإعلام. لو إنه ما ذا كان يعطيك مباراة معقولة في 5 مباريات أو 6 مباريات، لكن هذه تبقى تأثير نفسي على اللاعب. يمكن هذه مشكلة الأهلي. طيب نرجع لأبو سطام، وهذه بالعكس يعني هذه رسالة جيدة للإدارة النادي الأهلي وحتى الجمهور النادي الأهلي التعامل مع ناديهم. بسأل قبل أطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية، اللاعب أيوفي، هذه نوعية اللاعبين المحترفين يعني شفناه اليوم مباراة الحد البحريني، يعني قاعد على الأطراف مع العمق في الهجوم في الوسط، لا متواجد في كل مكان. سامر ممكن تلعب اليوم قاعد امدحك، لكن بجد اليوم ترى اساس المباراه ان زي ما يتفاعل يوفي في موضوعيه الاختراق مع الاطراف. ليش لما تلعب على الاطراف كرؤوس الحرب الاساسيين تخلف وتزحزح الفريق مهما كانت كثافه العدديه موجوده؟
اليوم رجعت فيه الثقة، رجعت حساسيته الحقيقة، قادر اليوم شفنا كيف صنع الهدف الثالث، كيف كانت دقة التصويب في الأول للسهلاوي. أنا أتمنى من السهلاوي أنه يكون أكثر تفاعل، أكثر أكثر حماس، نص العب على الأطراف، اطلب كور على الأطراف، خلي اللاعب الآخرين يأتون من الخلف زي ما يفعل ايوفي اليوم. احنا شفنا كيف، انا اليوم بالحقيقه عجبني المدرب، في اضيف الى نقطه ثانيه قبل ما تروح الفاصل، انه المدرب شوف كيف قدرته، انا منعجب فيه الحقيقه في انه الشابه اللي يعطيها الخبره الكافيه، وهي الذيابي. شوف متى دخل في الفريق، لما الفريق جوم وشايلين بعض، كي ان يجدد معيره على لاعب عمره 20 سنه، هي الذيابي. شوف متى دخل في الفريق، لما الفريق جوم وشايلين بعض، الان وقت التطعيم وتطريع الوجوه الشابه. وبالفعل كيف الثيابي اللي اتمنى من تركي ان يجدد معيره على لاعب عمره 20 سنه، له مستقبل كبير صراحه الوجوه الشابه. ابو سطام قبل لا اطلع الفدية يقول كلمه صعب المشاركه، لكن بنقرا رسالتك على الهواء. اذكر 448 مبين زين 73 ومالك مقبل ابو مالك يقول يا ليت لو يصير بنادي النصر. تنفهد في نادي النصر، شوف راح سواء كنت تركي، ما هو ترى على فكره ترى اقول ذا الكلام خلف فيصل تركي، اتمنى رسائل الايجابيات، ما هو معناته ان احنا نزعل. هذا اللي نبغى، هذا اللي نبغاه. قول بالعكس اثبتوا على هذه البدايه الجيده اذا كنت تريد بطولات، فهمت علي؟ بس اني القى اجي اشارك، ما ابغى اريد منصب، انا ما في المنصب، بس خليني اجي ابدا يعني اتمنى انك زي كذا. انا اللي اقول لك اتمنى من الامير ينسى الماضي، انا مع النصر ومع كل هذا الكيان اني تبقى معك موسيقار والسعودي. نذكر مره ثانيه برقم التواصل على STC 8 630 590، موبايلي 630 23. كابتن فهد هريفي، ابو سطام اكيد في الفتره الماضيه خاصه انت عارف حيتطور بشكل ملاحظ ما شاء الله. اليوم في الحقيقه كان اعتقد في كور كثير واستفاد. يمكن انا احب مثلا لما يكون الحاضر المدافعين بيت عبد الله مثلا يتالق في وقت يحتاجه الفريق، اعتقد انها ردت فعله السريعه. ما في شك انا اتفق مع عبد الله، اعتقد في الموسم هذا الف كبير في كثير من المباريات. طيب كابتن فهد هريفي فيه هنا رساله، رسال كابتن فهد ليش انت متحامل؟ والله يا سامر يعني قد تكون شف والله يا سامر يعني قد تكون شف خليني اقول لك اياها ولا الصراحه تزعل بعض الاحيان. لا لا ما يدني ادخل نفسي في امور لا اريد ان اتجاهلها عشان اكسب الاخرين، لكن لما تجي تفند كلامي، لما انا تكلمت على ياسر بالفعل كان ياسر مستواه في الاعلام، وهذا اللي لك واقولها لك انك لا تتجرأ، اللي انت ما متعوده في واقعنا خلهم هم اللي يتجرؤون، لكن لما تجي انت تفند كلامي تراوي اترك اني انا كلاعب كبير يعني كقائد وكلاعب ما ادري ايش اللي تحملت فيه. كنت اتمنى من الفلانيه الفلانيه، ما هو بس موضوع انك تحط تعطي من الاعلاميين ياخذها بما اخذ اخر لا انت تعال فند معي الكلام اللي انا اقوله وشوف او انا صادق في هذا الكلام. طيب كابتن فهد هريفي فيه رساله، ان وجوده مع اللاعبين داخل النادي وكل رب اتمنى من الله العلي المناسب اللي اجي، انا اتفق في رزقني في هذا المجال في مجال الرياضة من الله، يعني أنا لا في اطلاعاتي لا في تطور قدراتي، فهذه الأمور تتابع كل صغيرة وكبيرة في الوسط الرياضي. يعني كنت أتمنى أعطي، إحنا للأسف في مناصب لناس لن أقول منهم، لكن لا أحد يأخذ يعني كل كابتن فهد صحفي في جريدة الرياضي صالح، حياك الله. مساء الخير ومساء المساء الكبير مصطام ومستمعين الكرام. شفت أول هريفي يتحدث عن النصر هذا كم راسي فانا يقول لا تنفخ راسي زرع الله يحفظك لكن هو انصاف لرجل عاصر النصر في جميع مراحل مختلفة وقريب جدا حتى وإن كان يعني بعيد عن العمل الرسمي، لكن فهد لما يتكلم بواقع النصر سواء نجحا أو ذما شخص من الثقة أن فهد بعيد عن الحسابات أيا كان، لأن في الأخير تتكلم عن شخص في يوم من الأيام قائد لنادي النصر، قائد النصر داخل الميدان في العالمية أرقامه بطولاته مع المنتخب. في الأخير يعني علاقة فهد ونادي النصر يعني تربطها أو تكون فيها عند فهد
ولا في شيء ثاني. ما عندي ما عندي شك في ما عندي شك فيك يا صالح، بس إذا تدخل على الموضوع تجاوب اترك فاعل. تجاوب صالح. طبعا يعني شوف النصر الآن في 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 هالمرحلة الميزة الوحيدة إنه بدأ يكتسب لغته. يعني الفوز مثل ما يقال دائما الفوز يجيب فوز. الميزة الأخرى النصر في ظل هالوقت في يعني رقميا لا زالت فرصة منافسة الدوري كبيرة جدا. ما في هاك التقارب أو التباعد الكبير بين المستويات، وهذا يمكن أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي أن الموسم هذا من أضعف المواسم الأخيرة فنية، وهذا يمكن اللي خلى التقارب النقطي كبير جدا بين الفرق. وأنا أعتقد أنه في إمكانية للاستثمار، يعني ما أقول لك السوء الكبير، لكن انخفاض المستوى للمنافسة على الدوري وعودة الفريق بالنسبة يعني المنافسة مش لتحقيق الدوري، لكن وجوده بين سلاسل أو في الدوري أنا أعتقد أنه مكسب كبير، وممكن بأهل النصر الموسم المقبل أنه يكون منافس شرس على الدوري. وفي من نسخ تجربة الأهلي في السنتين. طيب صالح قبل ما أختم معك، أنا بس حبيت أنك تكون موجود مع أبو سطام اليوم، تطالب إدارة نادي النصر بأن يكون الكابتن فادي هريفي مدير الكرة في النادي؟ والله شوف المشكلة ما أبغى أتكلم فيها الجزئية، لأنه بعض الناس في نوع من الحساسية على اعتبار أنه لازم في وقت فاس النصر يكون الطرح إيجابي ويكون وردي، لكن أنا لازلت مصر أن النصر محتاج أبناء. يعني النصر مفرغ من كفاءات الفنية والإدارية، يعني نادي بحجم النصر عنده قائمة فاكرة، قائمة مخملية من الأسماء الفنية. طيب يعطيك العافية يا صالح. تفضل أبو سطام. سلام بالعمل الفني. أنا بتكلم في دكتورتين بس كاشف ريخو علي الوقت. تفضل. شوف إحنا ما نبغى نبالغ كثير في عودة النصر. أنا قلت إنه ما على في المسار الصحيح. ترى النصر لديه عشاق مجانين. النصر عنده كاريزما البطل، هذا اللي الناس تستوحيها. النصر الوحيد اللي أحس أنه كاريزما غريبة، يعني لديه جمهور عاشق، لديه تاريخ حافل، لديه صبر غريبة، أحس أنها الناس تتفاعل معها بسرعة وتنضرب على رأسهم فجأة في أوقات كثيرة. لذلك أنا أقول الآن وقت أعضاء الشرف مع إدارة النصر في دعمهم في في لاعبين أجانب، أعتقد بهذه التشكيلة مع هذا المدرب قد يحقق بطولات النصر. هذه نقطة. النقطة الأخيرة أنه ترى فريق الحد لا تأخذ أنه فريق ضعيف. ترى فريق الحد كان منظم، كان جيد في مرتداته، في تكثله، فريق ما هو سهل، لا تأخذه كتاريخيا، لديه أجانب كويسين، لديه لعيبة ما هو سيئين. اليوم ترى فريق النصر فرض عليه، ولو كان سجل هدف من الشوط الأول كان شفنا مستوى النصر أكثر، لأنه يملك اللياقة، يملك السرعة، يملك التحرك بدون كرة. صحيح فيه هناك نقاط ضعف في خط الهجوم نوعا ما، فهمت علي؟ واضح صورة كابتن فهد. طيب صالح إيه ولا لا؟ النصر في فترة انتقالات الشتوية يحتاج لاعبين محليين؟ ما في أحد متاح للأسف، عشان بصراحة ما في أحد متاح. خلنا نتكلم منطقي. لا أنا سمعت معي صالح، أنا سمعت إنه في المقهوي كان بيروح للوحدة، حسن وحسين المقهوي حق الفتح. أنا سمعت إنه راح ب250، أعتقد إنه لاعب كبير يعني. مستحيل يعني لاعب يصنف من أغلى الصفقات في الحساب في تاريخها. لاعب انتقل من العدالة إلى الفتح ب5 مليون. أنا والله سمعت الكلام هذا اليوم، أنا سمعت استغربت إنه يقول بيروح للوحدة. شوف أنا بعيد عن الخبر، ما عندي معلومة، لكن متأكد تمام التأكيد أن الفتح لن يفرط لاعب بإمكانيات احتلاله. طيب يعطيك العافية صالح، شكرا. أنا لك جزئية أخيرة تامة. أنا في مثل التوقيت وأشدد على جزئية النصر في بداية عودة وليست عودة مكتملة. أنا الأوان أن جميع النصرويين أن يضعون خلافاتهم جانبا وينتصروا لنصر. طيب يعطيك العافية صالح، إن شاء الله يسمعونك. أبو سطام، بس في كثير من الرسائل، واحد يقول يا أخي نحب فهد الهريفي ونبي نتواصل معه على تويتر، ليش ما يرد علينا؟ طارق التميمي. والله يا سامر شوف بقول لك شيء، كثير متابعين. أنا من النوع، أنا ترى من النوع اللي عملي ونادر ما أدخل للتويتر. وترى على فكرة والله دخلت التويتر على أساس واحد كان مزور ما شاء الله تبارك الله عنده 55,000 ويحط صورة، وصار يتكلم بغير رؤية، يتكلم بغير رؤيتي وبغير أفكاري وبغير أشيائي، فدخلت لله الحمد
ما عندي الوقت والله الكافي ولا والله ساعة المباركة أني أتواصل معهم. طيب. موعد أني أعطيهم وقت أكثر يعني. إن شاء الله. في الهريفي أنت عشق الجماهير، هذا العايد الشمالي في هنا يقول لك أرجوك يا فهد مدير كرة في النصر، واحد يقول النصر بعدك دمار والكرة السعودية أيضا بعدك دمار. لا إن شاء الله فيهم الخير البركة، وكلنا الآن أنديتنا ما شاء الله تبارك الله ماشية في الطريق السليم، وبدينا نعيد من نقطة الصفر للكرة السعودية. الأندية الفتح ترى اليوم قدم مباراة كبيرة رغم النقص ونتيجة إيجابية تعتبر بالنسبة لفريق الفتح. النصر اليوم يعني أفرحنا كسعوديين، الأهلي لم يقصر، فرق يعني هناك بدأت الكرة السعودية أحسن من الثلاث أو الأربع سنوات الماضية. يعطيك العافية كابتن فهد، وشرفتنا كثير بتواجدك عبر إذاعة مكس إف إم. لي الشرف أني أكون معك، والله يوفقك وإن شاء الله أشوفك كذا على الشاشة زي ما أشوف محمد، زي ما صرت أشوف الحين محمد الخميس. يعطيك العافية وإن شاء الله أني أشوفك وتستاهل كل خير. الله يسلم. وبالعكس لي الشرف بكل صدق أني أطلع معك والله. الله يسلم كابتن فهد، وتكون ضيفنا دائم على الشاشة ولا على الإذاعة. يعطيك العافية. الله يحفظك. شكرا لك وشكرا لمتابعتكم برنامج غرفة 11، إن شاء الله بكرة في الجولة من السادس حتى السابعة مساء تصبحون على ألف خير.